السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد البسبوسة بالياغورت اللي كتجي رائعة بزاف. طريقة التحضير سهلة والمكونات، تبعوا معايا حتى الآخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير، وغادي نبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هنايا، معايا بالنسبة للمكونات عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس ديال الحليب، كاس سكر زنيتا، كاس ديال الكوك أو جوز الهند، كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، ياغورت فاني. هنا عندي جوج خمارات مع سكر فاني، وعندي السميده اللي خديت فيها هنايا جوج كيسان 250 غرام ديال السميد. هنا غادي ناخذ داك البيض، غادي نزيد عليه الزيت، قياس ديال الكيسان بقياس ديال العنبه، غادي نزيد عليه كذلك هنا كاس ديال السكر، نطرب هاد المكونات. استعملت هنا غير طراب يدوي، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما طربت داك البيض مع دوك المكونات الاخرين، غادي نزيد هنايا واحد ديال السكر فاني، كيس ديال السكر فاني ما يعادل 7 غرام. غنضيف عليهم كاس ديال الحليب اللي يكون بحراره ديال المطبخ، وكنخلط داكشي. غادي نزيد الياغورت، هنا خدمت انايا النكهه ديال الفاني، كنطرب داكشي وكنزيد كذلك ديك شويه ديال الملحه. هنا غادي نزيد داك الكاس ديال الكوك، وغادي نبدا نضيف السميده بشويه بشويه حتى غادي يتجمع ليا الخليط. هنا بالنسبه للسميده خديت 250 غرام. وفي الاخير غادي نزيد هنا خميره الحلويات، هنا خديت جوج اكياس ما يعادل 14 غرام. غنعاود نطرب كلشي، ومن بعد صافي غادي نوجد المول ديالي اللي غادي ندهنو بالزبده او الزيت ورشو بالدقيق، ولا كنفرش ليه ورق الطبخ كما كتشوفوا معايا. انا هنا مفرشه ليه ورق الطبخ، وكنخوي داك الخليط في المول. هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون، وغندخلها الفران على درجه حراره 180 من التحت حتى الطيب، وعاد باش غنشعل عليها من الفوق. فهاد الاثناء غادي نوجدوا داك السيرو ديالنا، كناخذ كاس ونص ديال الماء، كنزيد عليه كاس لارو ديال السكر، هنا عصير ديال الحامضه، وغادي نزيد كذلك هنا طريب ديال الحامض، وغادي نديرو في البوطه حتى غادي يدوب ليا داك السكر، وغادي نطفي عليه. هذا هو السيرو اللي غادي نسقي به هنايا ديك البسبوسه ديالي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفران محدها سخونه، كيكون هذاك السيرو ديالي انا بارد، وكنديرها من الفوق وكنخليها تشربوا مزيان صافي. وهيا كيف ما كتشوفوا معايا البسبوسه ديالي، من بعد ما شربات هذاك السيرو دهنت شويه بالكونفيتور ولا دهنوها بالعسل، ورشيت فوقها جوز الهند ولا الكوك، وكيبقى لكم تزيين اختياري اللي متوفر عندكم. كتجي بسبوسه لذيذه بزاف،
رطبه خفيفه وهشيشه. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي. هنا غادي نقطع معكم واحد طريف باش غتشوفوا كيفاش كتجي. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا لي الوصفه مع الاصدقاء. ما تنسونيش من لايكات وكذلك التعليقات كيف كتشوفوا معايا، راه كتجي لذيذه بزاف. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.